الشيخ محمد سعود سلطان القاسمي أمير الوزية. مبروك مبروك الشيخ محمد سعود سلطان القاسمي، مبروك مبارك. كل الشكر للشيخ زايد بن حمد الهيان نائب رئيس جمعية الإمارات العربية العربية الأصيل. استقبل الآن كل معنا للبطولة التالية، بطولة الأقراص المسنة، يعزون الاستقبالية في هذه الأثناء. الحكام ياخذ موقعهم، الماستر دكتور سعد محمد حماد، والجميع يفضلوا لنستقبل الأقراص الآن في هذه الأثناء في أرض الميدان بطولة الأقراص المسنة.